The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. أنا مين يا فندم؟ أنا مش إخوان ومش هبقى إخوان، وأنا مش سلفي ومش هبقى سلفي. مين اللي خرب مصر يا فندم؟ مين اللي بيخرب في مصر دلوقتي؟ سيسي ولا الجيش ولا سيسي والجيش؟ الكلمة دي غير مقبولة على جيش مصر بالمناسبة، لأنه الجيش ده عمره ما كان إلا عند حسن ظن المصريين. أنت ديانة أهلك إيه يا أستاذ دبي بدر؟ أصدق أي ديانة لأي ديانة تنتمي؟ مواطن مصري، نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر. أنت بتشتغل إيه؟ أعرف نفسك الأول وبتشتغل إيه؟ أنا مش رئيس والله، والله أنا ما رئيس. أنت متجوز ياد ولا لا؟ رد ياد يا ابن ال... متجوز ولا لا؟ أنا خطب زوجتي أو خطبت زوجتي من 75. متى يركع الجيش الشعب المصري؟ متى يركع هذا الجيش اللي خان، اللي باع الأرض، اللي هتك العرض، اللي فرط في مية النيل، اللي فرط في حقول الغاز، اللي فرط في حدودنا البحرية ومياهنا الاقتصادية اللي فيها تريليونات الدولارات من الخيرات، اللي فرط في الجزر، اللي هد مساجدنا، اللي هتك أعراضنا، اللي بيستعبد عيالنا وأولادنا؟ متى يرقع هذا الجيش؟ وكيف سيرقع؟ ولماذا سيرقع؟ نحن ناس شرفاء أمناء، ولا غدر ولا خيانة ولا مكر ولا دسائس، لا، نحن مؤسسة شريفة وطنية. ما لقيتش حاجة تتكلم في حالكم، وانتوا جعانين وشحاتين يا أولاد الوسخة، ما سبتوش بلد في الدنيا كلها لما شحتوا منها. واسمحوا لي في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها ديت أطلب منكم جميعا إن احنا نقدم كل الشكر والتقدير لكل من مد يده لنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية. خلوني من فضلكم أوجه تحية خاصة لجلالة الملك عبد الله اللي قام بأقوى تحرك منذ عام 73. حيوا معانا الملك سلمان، حيوه. من سمح ببناء سد النهضة وفرط في اتفاقيات النيل؟ لو ما كانتش 2011 كان هيبقى عندنا فرصة ان احنا يتم التوافق على بناء السد. يا سعادة البي، انا ما بحبش لف ودوران، الله يبارك فيك، خليك معايا ستريت اكون معاك ستريت. طب قول والله والله والله، وقالك والله والله والله، مش ده اللي حصل؟ وقالك ما تشغلوش بالكم سد بالنيل ومحدش كلمني في الموضوع ده تاني. ولو ما خدتوش بالكم هيتعمل فيك اكتر من كده، لو ما خدتوش بالكم هيتعمل اكتر من كده. ده رد كبير قوي على كل الكلام اللي انتوا قلتوه، كل الكلام اللي انتوا قلتوه، كل الاسئله اللي انتوا سالتوها كلها بتصب في الحكايه دي. انا بسالك، واخدين الجنيه بتاعنا على فين؟ جاوبنا يا استاذ. انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم يا دكتور، يا دكتور، يا دكتور. عارفك محتاج الجرأة، فخد الفوق بسرعة.